أما من حيث عمر أو كبر أو آسف من سن محمد بن محبوب مقارنة بأخويه المحبر كما ذكره المبرد بهذه الطريقة المحبر وأخيه سفيان، يكنى العلامة محبوب بن رحيل بأبي سفيان، ولكن يظهر بأن أكبر أبنائه هو محمد بن محبوب وليس أبو سفيان، واختلفوا في سبب ذلك، لأن هناك رواية نص فعلا على أن محمد كان هو الأكبر وإن كني أبوه بأبي سفيان، فتذكر رواية على أنه عندما توفي العلامة أبو سفيان محبوب بن الرحيل وأرادوا أن يقتسموا الإرث الذي ورثه أو ورثوه من أبيهم، كانت هناك بعض البيوت لأبي سفيان في البصرة، فأرسل محمد بن محبوب إلى رجل ليبيع هذا البيت ليقسم بعد ذلك، ولكن أبو صفر اعترض لأن أخويه لم يبلغا الرشد، والمقصود بهم سفيان والمحبر. فيظهر من هذه القصة التي تناقلتها كتب الفقه ويظهر فيها قول العلامة أبو صفرة، لأن العلامة أبو صفرة قال إذا بلغ الأصغر منهم يباع ولا ينظر إلى الأكبر حتى ولو لم يبلغ، فهذا القول الفقهي أخذته وتناقلته كتب الفقه، ويظهر منه على أن الأكبر هو محمد وهو الذي أمر بالبيع، بل كان له رأي فقهي في هذه المسألة. أما كونه قد كني بأبي سفيان فلعل كون أبو سفيان أو كون سفيان آسف كان مع أبيه دائما، حتى أنه عاش مع أبيه في مكة بعكس المحبر الذي عاش في عمان ومات في صحار، فيظهر أن هذه الكنية كانت ملاصقة للعلامة محبوب بن الرحيل كونه كان ابنه معه دائماً.